الآن هل الشاي الأخضر له دور في تنزيل دهون الجسم؟ الجواب باختصار، أجريت دراسة على 1210 شخص رجال ونساء، النساء كانوا 641 امرأة والرجال كانوا 569 رجل. أجريت الدراسة على هؤلاء الأشخاص كانوا يتناولون الشاي الأخضر بانتظام بشكل يعني معتاد، وجدوا بأن دهون أو نسبة دهون الجسم انخفضت بنسبة وصلت إلى 19.6%، يعني قرابة 20% دهون الجسم. وأيضا وجدوا أن محيط الخصر إلى محيط الوصل اللي هو الخصر إلى محيط الأرداف أيضا انخفض بنسبة أكثر من 2%. لذلك الشاي الأخضر ليش يسوي كذا؟ لأن الشاي الأخضر أصلا دهون حق السم هذه إيش هي؟ دهون ثلاثية. من وين تجي؟ من تحويل جسمك للسكر حق الدم إلى دهون ثلاثية. الشاي الأخضر له دور في المساعدة على تنزيل سكر الدم اللي لو ما نزل تحول إلى دهون ثلاثية، لذلك له علاقة إذن في تنزيل شحوم الجسم وأيضا في المساعدة على ضبط سكر الدم اللي لو ما ضبط تحول إلى شحوم ثلاثية. ويا رب إن قلنا شيء مفيد، لا تبخل بإرسال مقطع إلى من يحتاجه، دعمك للقناة أيضا مهم جدا عشان ينتشر العلم والمعلومة. صلى الله يعطينا وإياكم الصحة والعافية. سلام.